راجلهم اللايفات ديالهم. ايوا يعني تيقلب يدير اليد في رجل الناس ديال سويسرا قال لك والناس الانجليز. خويا عادل واش راه دايرين؟ انا عارفهم نفس النمط هذاك، هذوك نفس النمط عارفهم. واش عارف لي بنادم كنشتف عليه؟ يا وراهم مشتوف عليهم عند الله ويجيب ماشي شوف وحق الله يجيب جامعات الدول العربيه ويجيب الامم المتحده وغنشتف عليه. دابا هما قال لك المراه عطاتني 1500 دولار. فكرتيني عادي واحد السؤال، عطاتني شي مراه ختنتي ادم ولا مازال؟ دولار طلعوا تحط لي الورقه. ختنتي ادم ولا مازال؟ لا لا نعاس راه لا. واش ختنتي؟ ختنتي ختانه ختانه وعم ختان الحمد لله ختنا دماغ شحال هذا دماغ. لا ما فهمتش لا عمليه. قال لك عمليه دي العمليه لولدك طلبتي لي الفلوس حتى هي اخوان. انا ولدي ما عطيتهم السر هذاك السبيطار فاش ختنا ولد عادي باقي ما خلصناش الا ما عاونوا الفريق. احنا انا وهذيك اللي صيفطات من امريكا 1500 دولار تعاود تصيفط. كاس ديال كوكا معاك وحنا جالسين نجمعوا شويه نسمعوا الاخبار. ما بقى نفسينا خويا عادل. دابا التلفزيون ما بقى له ما بقى له ما هذه عرفتي. وهذيك الفضيحه اللي ديك الهضره اللي قلت البارحه انا على اللايف ديالهم هي اللي طلع قال دابا هي اللي طلع دابا قال قال لهم احقا انا ما طلعتش باش نساندو حيت هو ما بين لنا والو. يا سلام ديالها هادي شهرين وحنا تنقولوه وهو طلع غير باش يستحمرهم تيهضر على المصري. يعني انا قلت واش المصري ما تيفهمش؟ لا لا وعاد طلعت نقول له المصري طلعت يستحمرهم وانا طلعت باش نوقفو باش نبين للناس شنو كاين. والمصري طلعت لحسن الكابا ما انا عارفه هذاك الحس الكابا ورا صاحب صلاحته وزادها كيتخبى ما يقدرش المصري ما يقدرش يبقى بوحدو خصو يتحامى في شي حد فهمتي؟ فوالا هو ضروري خصو اللي يتحامى خصو. ولكن ما لاحظتيش واحد الحاجه الا مجد طلعت كتب له انا راني طلعت كتب له نويقطات وهو بهم تيبقى يضحك عليهم يبقى يضحك ويخلط وي انا قلت له راني ليلى امريكا اللي صيفطت للمخنازي الفلوس ولاني راه صيفطت لك انت واحد 2000 دولار باش تحيد توحيمه وواحد 4000 دولار باش تخيط ستون حاله. واش نقول لك ما لاحظتش واحد الحاجه ماشي هي ما لاحظتش عرفتها ماشي هي حيت انت هو مول كومونتير ما لاحظتش واحد الحاجه. لا انا ما شفتش اللايف ديال بوزبال ما كنشوفوش انا غير الاعلان ديال اللايف اللي صيفطوا ليا كاتب. راه انا باقي كنهضر مع رشيده العمراني دابا انا ما فهمتش شرح لي اخويا عادل حيت انا تخلخلت. لا شكون اللي كاتب شكون اللي كاتب على رشيده الاعلان اللي دار المفردك الاعلان اللي دار المفردك الواسع دار في الاعلان بغى يقول لهم زعما انت باغا تنصبي على رشيدة العمراني وتجريها لعندك. قال لك على قوتيتو قال لك انتيا باغا تديري باغا تجري العكير باش ديري. ولكن ما فهمتيش اخويا عادل تنازل ما فهمتيش. دابا هو من يطلع عند ابو دراع نطلع عند المصري ابو دراع اش قال جيب لي ديك هذه بغات ندير ليها جيب لي ديك اللعيبه دير على بالك. نطلع هو عند المصري ابو دراع اش قال؟ قال لك كانت نصبه عليهم كاملين واستحمراتهم كاملين ياك. انا درت النداء لملكه العكير اختنا مغربيه بحالنا ما بغيناهمش يضحكوا عليها دوروها. هو طالع لرشيده العمراني شنو علاقته بيا؟ انا هادشي اللي كاين هادشي اللي قلت لك هو فهادشي هذا كامل قال لك على قوتيتو. يعني انت
قال لك زعما ما غيخلي، وقال لهم راه انتيا فاش درتي هذا، ولكن ما هو كتب رشيد العمراني فاش واه قال له فاش بغيتي انتيا زعما تردي رشيد العمراني من جهتك، قال لك حي باش تحي، قال لك حيت انتيا والله حتى قسما بالله حتى غتمشي للحبس. الله الله وعليها بغيتي. الله الله عمرني شفت السب بلاتي بلاتي، عمرني شفت السب تبادل السب كيمشيو عليه الناس للحبس. يا سلام حتى انا عمرني ما شفت هذه. لا ولكن ما ركزتيش معايا، خرجها فيها ايناموند ولا ركزتيش معايا فاش باغا نوصل لك ولا تسورسي الا كان شي حاجه بكرام. اسمعني ما ركزتيش معايا، دابا انا النداء اللي تندير كنديرو الملكه العكيه، هو تيهضر على رشيدة العمراني ما فهمت والو. ما فهمت شي انا، هو قالك غير الامس القريب قالك هو ما تيهموش الاسم. لا طلع عند المصري، طلع عند المصري ابو الباع قالك استحمرناهم كاملين البارح، ولاني انا فاش طلعت قلت له كيفاش نتايا الله يفضل قبل كنتي تتقولنا ما تهمكش الاسم، ودابا تتقول لي ان الاسم هو راه بينا الحقائق وكذا. اي استحمراتنا فوالا، وبغى يقول لي الهضره ديالي، قال لينا قال وانا كنت نقول الاسم ما تهمنيش وراه بصح ما تهمنيش، حنا المهم هو رشيد العمراني ما نصبات على حتى واحد. لا أدت لا هي تنصب عليها تماما، تنصب عليها من فريديكا ومن ابو فرع. هذاك راه سيري سرطان تماما، حتى كنا ضامنين على حسب ما فهمنا المصري انها نصبت عليه، ما كانش عارف طلع كان عارف، وطلع كما قالت هي هو اللي سمع السيد رشيد العمراني. المصري عايرني انا وياك في الطليعه هذه، الطليعه الخبيثه اللي طلع عند الكلب. عايرني انا وياك. لا انا راه شفته، انا شمتو انا شمتو مصري وسعتو زدتو وسعتو اكثر ما كان واسع، كان يهمني ماشي غير وسع راه فوق وسع، ولا نطلع نعطيهم حقهم وغادي نطلع عندي انا كومونتير، عندي لهم كومونتير ديال نيت هذيك البنت اللي قالت لنا صيفطات له 4 مليون باش يدير باش يدير باش يجمعوا له باش يجمعوا له البلاصه التوحيمه ويحيدوا له التوحيمه. لا علاش اخويا دير بعدا الفيديو شوف شوف عادي، واش حنا كنلعبوا واش حنا كنضربوا حنا كن واش حنايا كنتحاربوا بفردي د الماء؟ ما كنتحاربوش بفردي الماء، فردي ديال ماشي فردي د الماء، حنا كنضربوا بالبازوكا ياك ديال دوك الصاقات، هذوك الصاقات اللي تيلصقوا هما هما كيتحاربوا معنا بفردي د الماء، حنا كنتحاربوا بالبازوكا. هذا شنو؟ ماشي غتطلع التعليق، حنا ماشي ديال التعليق، حنا الله يرضي عليك ديال الفيديو، دير لي انت الفيديو جاوبو على ديك التعليق بالفيديو اللي صورت في الشيخ زايد اللي نصب على المراه على العمليه اللي نصب على الناس، هي غير 2 مليون ودا لهم 6 مليون ونص. ديال بصح ديال بصح داك الشيء حي حي عرفتي هذا الفيديو بصح، وكاينين فيديوهات اخرين قرطاس الحي معلوم هادشي حنا عندنا قرطاس الحي جداتو وجدات الله يرضي عليك، ما التعاليق وداك الشيء ما كياكلش ما كياكلش. انا كنت نبين لهم راه هذاك التعليق اي واحد يمكن له يديرو، وهاد السيدة لا عندها الا عاطياني انا غير سنتيم، وطلعت تحط لي الورقة باش صيفطات لي. نقول لك شي حاجة عادي جدا، قولي اختي. فريديكا واسعة ديفا، شو سميتي ديفا فريديكا؟ وي ديفا فريديكا. ديفا فريديكا عنده القدرة باش يزور لك توصل ويحطو، كاع ما تطلب ليه هادشي، اقسم بالله تيزور ويحطو. لا عارف عارف، ولاني ما شتغي يجي وصوره، ولاني النمرة النمرة ديال 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 ويسترن يونيون يزورها راه فايت صور واحد الروسي. لا غيدير النمرة غنمشي انا نيشان عندي صاحبي في ويستر يونيون وغادي يطلع لنا واش فري ولا فوق، وغنصور اون لايف مع عند الوكالة. لا لا غندير والله ما تدي ما تجي معي غاجي معي راك وراك وكان لنا الشفارة بلاتي داك الخبز بلاتي شوية ديري هكا ديري هكا راهي هذيك تاعي وغادي انا تنقول له
تنقول له يا يا القميمة انت اللي تتقول بشرى غادي تمشي للحبس وحلفتي بقسم الله وبكذا وكذا هبط انت المغرب وبشرى هي الجلسة ما بقى قد ما فات تماما وباقي تتقول بانها ب قال لك انت يا غيساره مؤقت بضمانه الشقه ديالك قال لك بضمانه الشقه ديالك كان في العمل ياك قالوا فات السيرتيفيكا باش ما يقبطوني وهادشي كو كان كاين كو كرا مكتوب في الورقه ديال الشكايه على حنايا ما تنشوفوش في الورقه ديال المحضر الشكايه على حسب لانينيا باش يكون مكتوب في الورقه ديال المحضر الورقه ديال المحضر مكتوب فيه عادي تقدم في حاله صراح عادي واي وحده اي واحد غيدوز حدا الوكيل تيدوز يا في صراح يا معتقل ولا عادي الى صراح يعني راه ليبر الى معتقل يعني راه في الحبس وهذوك صحاب الصراح مؤقت يكونوا دار بين الحبس وخرجوهم باش يكملوا الجلسات الزنقة ولكن اجي نقول لك عادي سؤال واه دابا كيقول لك الا كان اللي كيهضر حماق اللي كيسمع تيكون بعقله دابا واش انا عندي جلسة لا بلاتي واش انا عندي جلسة نهار 30 وما حضرتش وتحكم عليا كي داروا لي هاد الناس هادو ما بوسيبل لا ما كاينش الحكم وما كاينش الحكم راه شفنا كاملين ما كاينش وقال لك دفعت شهادة طبية حيت كون مشيت كانوا غيشدوني يا سلام يا سلام فين كنا اليوم فين كنا اليوم شكون اللي شفنا شكون الوكيل كتبوا في اليوتيوب وكيل محكمة مراكش اللي عين صاحب الجلالة السيد الرقيق هو اللي كنا عنده اليوم مالو ما شدونيش ما فهمتش حاولوا نأوروجستريو هاد لي فيديو اللي هاد لي لايف اللي تيديروا دابا بعد الوراق وهاد الشيء غينفعوك مزيان مار دار خطه باش يرجع ملكه المصري واليوم طلع يقول لا تيشوف واه ليها سمحي لي شكون اللي طلع يقول لها سمحي لي دابا انا حيت البارح ما فهمتش شكون اللي قال لها سمحي لي دابا انا حيت البارح شتتهم بهذيك اللقطه ديال اختي ملكه ما غاديش نفوتوك اتي المصري راه شي حاجه ديك هي علاش طالع داير الله واقسم بالله الا المصري خرف سروالو وحق لا اله الا الله حاشاكم خرف سروالو فاش سمع على هذيك ما طالع داير اللايف هو خرف سروالو فاش سمع والمفردك كثر وانا طاطا احمد اللي بقى في هذا الشيء كامل صاحبنا طلع تيضرب فيه اه